صلبين على النبي. وفيلمنا بيبدأ مع الطالبة ساشا اللي كانت بترسم زميلها جاك علشان هي معجبة بيه وبتحبه، وبتكون ساشا طالبة بتتعرض للتنمر من زمايلها بسبب انها تخينة وغبية في نفس الوقت، وبنعرف ان والدتها متضايقة منها علشان مش بتركز في مدرستها وبتسقط في كل سنة. وبنشوف بعدها ساشا راحت للمدرسة بالعجلة بتاعتها، بس بيظهروا لها الطلبة المتنمرين وبيتنمروا عليها. وبعد ما ساشا بتوصل للمدرسة بتفضل تبص لزميلها جاك وبتتمنى انها تكون ذكية في نفس مستواه. وبيجي بعدها يوم الانتخابات اللي في المدرسة واللي هيختاروا فيه رئيس لفصلهم، وبتطلع واحدة من الطلبات اسمها كارمن وبتقدم نفسها وبتطلب من الطلبة يصوتوا لها في الانتخابات. وبنعرف ان كارمن طلبة ذكية وانها اللي بتكسب الانتخابات في كل سنة دراسية. وبتيجي بعدها الطلبة ساشا وبتطلب من الطلبة يصوتوا لها، بس الطلبة بيفضلوا يضحكوا عليها. وبنشوف بعدها كارمن كانت بتفطر مع صاحبتها اللي بتقول لها انها بقت المركز الاول في الانتخابات، وبتظهر ساعتها الطلبة ساشا اللي كانت بتترجى الطلبة يصوتوا لها في الانتخابات. وبيجي بعدها حد من الطلبة المتنمرين وبياخد الشنطة بتاعت ساشا وبيهرب بيها، وبنشوفه راح رامي الشنطة لفوق الشجرة وبيقول لساشا تطلع تجيبها بنفسها. وبيفضلوا الطلبة كلهم يضحكوا وبيتنمروا عليها وبيقولوا لها مش هتعرف تجيب الشنطة بسبب وزنها. وساعتها ساشا بتقرر انها هتطلع تاخد الشنطة، لكنها بتقع على الارض وبتضحك الطلبة عليها. وبعد ما الطلبة كلهم بيروحوا للفصل بيكتشفوا ان المحفظة بتاعت كارمن مسروقة، وبيبدأ ساعتها الأستاذ يزعق على الطلبة وبيقول لهم إن هو هيفتش شنطهم كلهم. وأما ساشا بتبص في شنطتها وبتلاقي المحفظة بتبدأ إنها تتوتر وبتكون مش عارفة مين اللي حطها في شنطتها. وبعد ما الطلبة بتكتشف وجود المحفظة في الشنطة بتاعت ساشا بتبلغ الأستاذ باللي حصل وبتفتحها قدام الطلبة كلهم. وبنشوف بعدها الأستاذ بدأ يهزقها وبيقول لها إنها مطرودة من الانتخابات السنة دي، وبيقول لها كمان ان هو هيتصل بوالدتها علشان هي غبية وبتسرق صحابها. وبنشوف بعدها ساشا كانت ماشية في حوش المدرسة وبتلاقي الطلبة وقعوا صورتها الانتخابية على الارض، وبتفضل ساشا قاعدة في الشارع لفترة طويلة علشان خايفة ترجع لوالدتها اللي هتضربها. وبتعدي ساعتها واحدة عجوزة كان باين عليها انها تعبانة، بس بتجيلها ساشا وبتساعدها. وبتبدأ بعدها العجوزة تتكلم مع ساشا وبتقولها ترجع للبيت وتقول لوالدتها انها ما سرقتش المحفظة. وبتبقى وقتها ساشا مستغربة منها وبتسألها هي ازاي عارفة عنها كل حاجة، فبتقولها انها تعرف عنها كل حاجة علشان بتقدر تقرأ افكار الناس بكل سهولة. وبتكون ساشا مش مصدقة وخايفة منها، بس العجوزة بتعمل لها تنويم مغناطيسي وبتخليها ترجع تنام في بيتها. وبتصحى بعدها ساشا على صوت والدتها اللي كانت بتقولها انها اتأخرت على المدرسة. وبعد ما ساشا بتتجهز تلبس هدوم المدرسة بتلاقي سوارة كانت على المكتبة بتاعتها، وبتقرر ساعتها انها تاخدها معاها، لكنها لما بتلمسها بيظهر لها عد تنازلي لمدة 24 ساعة. وبتخرج بعدها وبتدور على والدتها لكنها مش بتلاقيها في البيت كله. وبتكون بعدها في طريقها للمدرسة وبتلاحظ ان مفيش حد من الناس بيمشي في الشارع. وبعد ما ساشا بتوصل للمدرسة بتلاقي المدرسة كلها فاضية وبتعرف انها بقت لوحدها في الكرة الأرضية، وبيكون الأمر بالنسبة لها ممتع في الأول وبتبقى فرحانة وهي لوحدها. وبتلاقي وقتها العجلة بتاعت كارمن كانت في الطريق، فبتروح واخدها وبتعلقها على مرمى كرة السلة، وبتروح بعدها تلعب بالطلة وبتفضل تكتب على الحيطة أي كلام في دماغها. وبترجع بعدها للبيت وبتفضل تاكل في الحاجات اللي سرقتها من السوبر ماركت. وبعد لحظات بتنام ساشا وهي مرهقة، بس بيتوقف العد التنازلي علشان خبطت الأسوارة في ساعة المنبه. وساعتها بتجيلها والدتها وبتصحيها وبتقولها تروح المدرسة دلوقتي علشان بقت متأخرة. وبتكون ساشا فاكرة إن اللي حصل معاها من شوية كان حلم، لكنها لما بتروح للمدرسة بتلاقي كارمن كانت متعلقة هي وعجلتها على مرمى كرة السلة، وبتلاقي كمان الكتابة اللي كتبتها على الحيطة، وبتبقى مش عارفة تفرق بين الحلم والواقع. وبعد ما ساشا بترجع للبيت بتحكي لوالدتها باللي حصل، لكنها مش بتصدقها وبتفتكرها عيانة. وبتدخل بعدها ساشا لأوضتها اللي بتلاقي فيها العجوزة الساحرة، وبتكون ساشا خايفة منها وبتسألها هي عايزة منها ايه. وساعتها العجوزة بتبدأ تشرح لها وبتقول لها ان اللي كانت فيه كان حقيقة ومش حلم، وبتشرح لها كمان ازاي تستخدم الاسوارة، وبتقول لها ان معاها 24 ساعة اضافية وتقدر تعمل فيهم اللي هي عايزاه. واما ساشا بتحاول تعرف منها اكتر بتقول لها العجوزة ان اي حاجة هتحركها من مكانها هيتنال الانسان مع الحاجة اللي اتحركت. وبعد ما العجوزة بتقول لها ان مفيش حد هيعرف يستخدم الاسوارة غيرها بتختفي بسرعة ومش بتعرف
ساشا تلاقيها. وفي تاني يوم بنشوف ساشا كانت رايحة للمدرسة وبتعرف انها تستخدم الاسوارة وبتخفي الناس كلها، وبتفتكر ساعتها انها كانت ماشية ورا حبيبها جاك وانها عرفت بمكان بيته. وبنشوفها بعدها راحت لبيت جاك وبتكتب له رسالة على ورقة وبتحطها على مكتبه. وبعد ما جاك بيشوف الرسالة اللي كتبتها بيبقى مستغرب من اللي حصل، وبيكون مش لاقي تفسير لأي حاجة، وبيلاقي كمان رسالة تانية واللي بيكون مكتوب عليها انها عايزة تبقى صديقة ليه. وبيبدأ ساعتها جاك يكتب رسالة هو كمان وبيسيبها على المكتب وبيقعد ينتظرها ترد عليه. وبيعدي بعدها الوقت وبنشوف جاك كان بيتراسل معاها بنفس الطريقة وفاكرها ملاك وما كانش يعرف انها ساشا. وبنشوف بعدها ساشا راحت للمدرس بتاعها وبتحاول تشرح له انها مش اللي سرقت المحفظة، لكنه مش بيصدق كلامها كالعادة. وساعتها ساشا بتقول له ان في حاجة غريبة في المدرسة علشان ليو كارمن متعلقة على مرمى كرة السلة، فبيقول لها المدرس ان مفيش حاجة غريبة ولا اشباح زي ما هي فاكرة، وبيطلب منها تثبت له كلامها. وبتكون ساشا عايزة تثبت براءتها فبتضطر تستخدم الاسوارة، وبتعرف انها تنقل المدرس مع مكتبه لمكان الحمامات. وبنشوف بعدها المدرس راح يتكلم مع الطلبة وبيقول لهم ان ساشا ما سرقتش المحفظة وان في حاجة غريبة في المدرسة فعلا. وبيجي بعدها يوم اختبارات المدرسة وبيكون باقي 10 دقايق على نهاية الاختبار، وبتكون ساشا مش عارفة تكتب في ورقتها فبتقوم تستخدم قوة الاسوارة وبتعرف انها تخفي الطلبة كلهم، وبتبدأ بعدها تنقل الاجابات من ورق الطلبة وبتنجح بانها تحل ورقتها كلها. وبعد ما بتطلع نتائج الاختبارات بيتفاجئوا الطلبة كلهم علشان عرفوا ان ساشا جابت الدرجة النهائية على المدرسة كلها. وبيجي بعدها الاستاذ للفصل وبيطلب من الطلبة يسقفوا لساشا علشان جابت الاولى من بين زمايلها. وبيكون باين على كارمن انها متضايقة من ساشا بسبب انها اتفوقت عليها في المدرسة. وبيعدي بعدها الوقت وبنشوف جاك بدأ يقرب من ساشا علشان بقت ذكية جدا وبتجيب الاولى على المدرسة. وبنشوف الطلبة بدأوا يروحوا لساشا وبيطلبوا منها تذكر لهم الدروس اللي هم مش فاهمينها. وبيجي بعدها يوم مسابقة الجري اللي عملاها المدرسة، وبنشوف ساشا كسبت وجابت الاولى على زمايلها علشان استخدمت قوة الاسوار السحرية. وفي يوم بتكون ساشا ماشية وبتعجب بفستان ابيض في المحل اللي جنب بيتهم، واما ساشا بتروح تجرب الفستان بتلاقي ثمنه كان غالي جدا، فبتقرر انها تسرقه علشان وعدت جاك انها هتقابله في الواقع. وفي تاني يوم بنشوف كارمن وصاحبتها راحوا للخزانة بتاعت ساشا وبيعرفوا ان هم يسرقوا الاسوارة بتاعتها، وبيحاولوا بعدها يعرفوا سر الاسوارة لكنهم مش بيوصلوا لحاجة وبيفشلوا علشان مفيش حد يعرف يستخدمها غيرها. وبعد لحظات بتروح كارمن تفتش في شنطة ساشا وبتلاقي فيه الفستان الابيض المسروق، وبتلاقي كمان مجموعة رسائل لكنها بتكون مش فاهمة حاجة، فبتقرر انها تسيبهم وتمشي. وبتكون بعدها كارمن رجع للبيت مع صاحبتها وبيرمي الاسوارة بتاعت ساشا في الزبالة. وفي يوم الاختبارات بنشوف ساشا كانت متوترة علشان الاسوارة ضاعت منها ومش هتعرف تنقل الاجابات من صحابها، وبتقرر ساعتها انها تغش من الورقة اللي كانت معاها، بس الاستاذة بتشوفها وبتطردها بره لجنة الاختبارات. وفي نفس الوقت بنشوف عامل نظافة كان عند الزبالة وبتقع منه الاسوارة على الارض. وبتيجي بعدها والدة ساشا للمدرسة علشان جالها استدعاء من الأستاذ. وأثناء ما والدة ساشا كانت بتتكلم مع الأستاذ بتيجي صاحبة محل الملابس وبتقول له الأستاذ إن في طلبة نسيت كراستها في محلها، فبيقول لها الأستاذ إن الكراسة دي بتاعت ساشا وبيعرفها إنها الطلبة اللي واقفة جنبها. وما والدة ساشا بتاخد الكراسة وبتحطها في شنطتها بتخرج الفستان الأبيض اللي سرقته بنتها. وبتكون صاحبة المحل شايفة الفستان الأبيض وبتقول لهم إن الفستان ده اتسرق من محلها. وساعتها الأستاذ بيبدأ يهزأ ساشا وبيقولها إنها بقت غبية وحرامية في نفس الوقت. وبيظهر إن كارمن وصاحبتها كانوا سامعين كل حاجة وبيعرفوا إن ساشا سرقت الفستان الأبيض. وبتكون والدتها متضايقة من الكلام اللي بيتقال على بنتها فبتروح تضربها على وشها. وساعتها ساشا بتسيب المدرسة وبتمشي وما كانتش بتسمع لوالدتها اللي بتنده عليها. وبنشوف وقتها الطلبة بدأوا يتكلموا مع بعض وبتعرف المدرسة كلها ان ساشا حرامية. وبتكون بعدها ساشا ماشية في الشارع وبتلاقي الاسوارة بتاعتها كانت على الارض، فبتقرر انها تاخدها وتعيش لوحدها في الكرة الارضية. وبيعدي بعدها الوقت وبنشوف والدتها كانت بتدور عليها وكانت قلقانة جدا. وبتعدي الأيام وهم على حال ده، وبنعرف إن ساشا ما بقتش عايزة ترجع للعالم الواقعي علشان مش هتقدر تواجه والدتها وهي مطرودة من المدرسة. وفي يوم بتروح ساشا للسوبر ماركت وبتسرق منه أكل لكنها بترجعه لمكانه علشان شافت الرسالة بتاعت والدتها. وبنعرف إن والدتها كانت كاتبة لها في الرسالة إنها دورت عليها كتير وبتطلب منها ما تسرقش حاجة تاني. وبتبدأ بعدها
ساشا تجمع العلب الفارغة وبتروح تاخد لها بالمقابل أكل وفلوس علشان متحسش إنها بتسرق أي حاجة. وبعد مرور سنة بنشوف ساشا كانت بتجمع العلب الفارغة لكنها بتستخبى فجأة علشان شافت حد غريب، وبيظهر إن الحد الغريب هي العجوزة، فبتروح تشرح لها باللي حصل لها وإنها عايزة ترجع لبيتها وتواجه والدتها. فبتقول لها العجوزة إنها تحل لها المشكلة دي، وبتقوم مسح السحر من كراستها وبتقول لها إنها دلوقتي هتعرف ترجع لبيتها. وبترجع بعدها ساشا لبيتها وبتحضن والدتها اللي كانت بتعيط وفرحانة جدا. وبنشوف بعدها ساشا راحت للمدرسة وبتعيد السنة مع أصحاب جدد، لكنهم كانوا بيتنمروا عليها وبيرفضوا يقعدوها جنبهم. وأما ساشا بتروح تقعد لوحدها بتلاقي الطلبة ما وقفوش تنمروا عليها وبيفضلوا يرموا عليها الورق. وبتقرر وقتها ساشا انها تغير من نفسها وبتفضل تجري علشان تنزل وزنها. وبنشوفها بعدها راحت لبيت جاك وبتحط له دمية على مكتبه وبتفضل تتراسل معاه كالعادة عن طريق الورق ومش بتكشف له هويتها وانها ساشا مش ملك زي ما هو فاكر. وبتعدي بعدها الايام وبتفضل ساشا تمارس رياضة الجري لغاية ما بتوصل لهدفها وبتبقى رفيعة. وبعد ما ساشا بتروح المدرسة بتلاقي جاك جالها وبيديها الدمية بتاعتها وبيقولها ان هو شاكك انها الملاك اللي حباها وبيتراسل معاها. وبتكون ساشا متلخبطة ومش عارفة تقوله ايه، فبتقوله انها متعرفش هو بيتكلم عن ايه. وفي تاني يوم بتروح ساشا لبيت جاك وبتلاقيه كان كتب لها رسالة وبيقولها ان هو مش هيستناها تظهر وانه خلاص هيسافر لبلده. وبنشوفها بعدها راحت للمدرسة وبتدور على جاك، بس بتعرف ان هو مشي من شوية علشان هيرجع لبلده. وساعتها ساشا بتروح لمحطة القطر جري وبتفضل تفتكر الايام اللي عاشتها مع جاك. واما بتوصل لمحطة القطر بتعرف انها اتأخرت علشان القطر مشي، لكنها بتعرف تبلغ جاك بالحقيقة وانها الملاك اللي حباها وكان بيراسلها. وبيكون جاك مش عارف يرجع لها علشان القطر مشي، لكنه بيكون عارف الحقيقة وهيرجع لها قريب. وفي يوم بنشوف ساشا كانت بتمارس الرياضة كالعادة وبتلاقي العجوزة كانت قاعدة مع حد تخين وبيتعرض للتنمر. وساعتها بتعرف ان العجوزة عايزة تغير حياته زي ما غيرت حياتها، فبتديها الأسوارة السحرية وبتمشي وهي مبسوطة. الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.